مشاهدينا متابعونا الاعزاء مستمعونا الافاضل في كل مكان، نجدد اللقاء بكم دائما مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات الحاضره هنا مع امسيه اللقايا الحاضره ضمن مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم اماره الشارقه يحفظه الله ويرعاه. هنا ينطلق شوطنا التاسع والمخصص للقعدان المحليات الاصايل هنا لسن اللقاية لمسافة الاربع كيلومترات، الرحلة المنطلقة مع هذه الاسماء التي تزين ارضية وقاع هذا الميدان بحثا عن الانتصار وبحثا عن الناموس. تابع البداية وارصد المركز الاول النحاوي، هنا من ياتي بالمقدمة وبالمركز الاول والمملوك لرامز بن محمد بن ضبيب العامري من ياتي مع المركز الاول باحثا عن النقطة الثانية الى هذا الشعار، بينما ثاني المراكز هنا منذر قادم لعيسى بن سالم بن محمد الرزي الشامسي يأتي مع المركز الثاني، بينما ثالث الاسماء تدخل ولد الضبي لشطيط بن مصبح من مسحار الاكتبي تدخل مع المركز الثالث ورابع الاسماء. اشوف القادم هنا والمتدخل ملبي محمد بن سهيل بن سالم الخيلي تدخل مع المركز الرابع، بينما خامس الاسماء الواصل في هذه اللحظات مرضي قادم من ثاني بن سالم بن ربيع بن سالم المشرفي ياتي مع المركز الخامس، وسادسا من الجانب الاخر هناك القادم والحاضر في هذه اللحظات، هنا شايل سالم بن عبد الله المتفيج الاكتبي تدخل في هذه الانطلاقه، وهناك الحاضر والواصل مع المركز السادس من الزاويه الصعبه هناك يأتي بهذه الاندفاع ويأتي بهذا التسلل هنا من الزاوية. هناك الحاضر الطياري سيف بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري سابع إلى اسماء التقدم والوصول من النصر لسالم بن سيف بن علي الدرعي، هنا الحاضر مع سابع المراكز وثامنا مرحبا بهذا الحضور مرحبا بهذا القدوم والتواجد. هنا شاهين حضر لعبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي تدخل بشعاره تدخل بتواجده هنا في هذه اللحظات هنا مع تاسع المراكز، وعاشرا شوف القادم في هذه اللحظات والواصل موفق محمد بن عمران بن حمد بن محمد الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء الحاضر، هكذا هو الانطلاق مع هذه الاسماء مع هذه الشعارات. لكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المركز الاول، لنا عودة مع القيادة. هنا النحاوي القادم بهذا الشعار وبهذا الاداء الجميل رامس بن محمد بن ضبيب العامري الذي يقدم هذا الشعار وهذا الاداء الجميل باحثا عن السلامات المرة الثانية الى هال الظفرة. هناك في هذا المساء الجميل ثالث ثاني المراكز التقدم والوصول هنا من مرضي القادم ثاني بن سالم بن ربيع بن سالم المشرفياتي مع ثاني المراكز، وثالثا اللي وصل في هذه اللحظات ملبي محمد بن سهيل بن سالم الخيالي تدخل مع المركز الثالث، ورابعا شوف الوجود هنا من موفق محمد بن عمران بن حمد بن محمد الاكتبي بدأ يندفع مع المركز الرابع، وخامسا في هذه اللحظات القادم والحاضر النصر لسالم بن سيف بن علي الدرعي وصل في هذه الانطلاقة مع المركز الخامس. 1200 قطعنا في هذه اللحظات هنا للتذكير يا ملاك ويا مضمرين، من لدي زود فليتقدم، راح الكثير وما بك إلا القليل، الكيل الأخير الكيل الخطير، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة، حرك اللي بتحرك روح يا
يلي تب الناموس يلي تب الانتصار. روح العاملي روح روح بن ضبيب هنا بهذا الشعار، هنا بهذا الاداء الجميل، هنا بهذه الانطلاقة الموفقة. النحاوي النحاوي هنا من ياتي بهذا الانطلاق المميز، هنا بهذا الاداء الجميل، هنا مع العامري موفق يحاول لمحمد العمران بن حمد. الاكتب ياتي مع ثاني المراكز، ولكن هنا العامري هنا محللنا ياتي بهذه الانطلاقة، ياتي بهذه النوعيات المميزة التي يقدمها هنا في هذا المساء، هنا بهذه الانطلاق الجميل، هنا بهذا الاداء المميز. الى الظفرة الى الظفرة، السلامات سلام يا الظفرة، سلام سلام يا العامري، سلام. النقطة الثانية النقطة الثانية الى هذا الشعار. النحاوي النحاوي رامس بن محمد بن ضبيب العامري، سلام يا العامري سلام. تسلم يمينك يا ابو محمد هنا على انصار مستحق، وهذا السلام الى مدينة الظفرة هناك للمرة الثانية. المركز الثاني كان وصول موفق محمد العمران بن حمد الاكتبي، المركز الثالث كان وصول ملبي محمد رسيل بن سالم الخيلي، والمركز الرابع كان وصول مرضي ثاني بن سالم بن ربيع بن سالم مشرف، والمركز الخامس كان وصول ولد الضبي الشطيط بن مصبح بن مسحار الاكتبي. هكذا هي النتيجة وهكذا هو التحدي للمرة الثانية هنا في هذا المساء. تذهب السلامات محملة على ظهر النحاوي إلى مدينة الظفرة هناك مع شعار رامس بن محمد بن ضبيب العامري. تهانينا والناموس لمحللنا الحاضر بهذا الشعار المتألق في هذا المهرجان، ومع أمسية اللقاية ليظهر بنقطتين حاضرتين بهذا الشعار. وتهانينا والناموس أيضا لجميع الفائزين المراكز الأولى. ننتظر التوقيت الزمني عبر قناة الوسطى من الذيد، هنا اللقطات التي تشاهدونها ولحظة وصول النحاوي هنا بهذا الأداء بهذا الاندفاع الجميل. بدأ رأس وأنهى المسار، هو بطل لهذا التحدي. 6 دقائق بلا شك، 11 ثانية، 66 جزءا من الثواني. النحاوي من انتصر، والنقطة الثانية لرامس محمد بن ضبيب العامري. أو سلام يا الظفرة سلام، أو سلام يا العامري، تهانينا والناموس. كم لها كلها.